السلام عليكم اخوتي المغاربه اللي متبعين قضيه امين الله يرحمه شاريز امين. اليوم كانت عندي اول جلسه في المحكمه الزجريه بدار البيضاء. الحمد لله، يعني ما كانتش جلسه، لكن الحمد لله جات معنا الاستاذه الابراهيمي الله يجازيها بخير. يعني لا عارفين علاش جيت، يعني وجلسه علاش دارت بهذاك الراي الطبي اللي كما كنقولوا طبيب ما شاف شي حاجه، ورقه تحطات، انا كنسميها ورقه ماشي راي طبي ما شي حاجه، انا كنسميها ورقه الزريعه وتحطات في الملف ديال ولدي. انا كنسميها ورقه الزريعه وتحطات في الملف ديال شريف امين. هاد الطبيب ما شاف جثه، معين جثه، ما شاف ولدي، عمره ما شافنا، بطلب وبامر من اليوتيوبر اللي في مدينه اكادير اللي كيدير علينا فيديوهات ديال التشهير اللي كيهاجمنا نهار مات امين. ماشي مشكل دوزناها ليه، ولكن باش يدير طلب بامر اليوتيوبر اللي الطبيب فلان فلاني في الدار البيضاء ويعطيه رايه ويصيفطوا له في الواتساب، وتدخل هذيك الورقه الزريعه في الملف ديال ولدي. واللي بغيت نقول لكم بان راه بدون امر قضائي، يعني هاد وثيقه تحطات وما الطبيب ما تنتدبدوش لا 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 محكمه لا النيابه العامه، ومع ذلك تحطات القدرة قادر في الملف ديال ولدي. واللي نزيد نكمل لكم خوتي المغاربه اللي دارني في قلبي، خصني نقولها لكم، ابتدائيا تحكم، يعني تحكم باش تحكم، ما دارش تشريح طبي ثلاثي ثلاثه الاطباء شرعي، يعني شرعيين هما اللي انتدبتهم النيابه العامه اللي شرحوا ولدي وقالوا بان ولدي مضروب باداه رادعه، مجرور جر جسد، مقموش خمش بالاظافر، يعني كل شيء واضح، ولدي خالي من الكحول والمخدرات، محتوى المعدة الطعام. ومع ذلك خداو الراي ديال الطبيب، الورقه الزريعه تحطات في الملف ديال شريز امين وتحكم بها. هي ما التعليل الابتدائي قال لك حيث انه كان في حاله سكر ابتدائي، هذا خاض بعين خاضت هذيك لا في الاعتبار ابتدائي في المرحله شار ليها، ما تكتبش زعما هي، ولكن شار ليها المحتوى ديالها. قال لك مكتوب وحيث انه كان في حاله سكر طافح وفتح باب السياره ورمى نفسه، هذا ابتدائيا. لكن الكارثه هي الكارثه الكبرى اللي صدمتني، راني صافي انا ما بقى عندي عقل، انا ما نكذبش عليكم، انا ما بقيتش قادره على الظلم، ما نكذبش عليكم. التعليل اللي جا دابا كذلك ديال محكمه الاستئناف، تحكمات الطبيب هذا اللي ما شاف شي حاجه، اللي ما شافش ولدي، واش عباد الله واش هذا ماشي ظلم؟ واش عباد الله واش هذا ماشي ظلم؟ قولوا لي عفاكم، انا واحد الانسانه مؤمنه بالله والقدر الله وهذا ابتلاء وكل شيء، ولدي عند الله، لكن انا ما راضياش بالظلم. واش يدير واحد الوثيقه بدون امر قضائي؟ الطبيب ما عمره شاف ولدي، وتجي تقول لا كان سكران، انت ما شفتي حتى حاجه، وتجي تحطوها وديروا بها التعليل اللي جا في التعليل ديال الحكم الاستئنافي، الكارثه الكبرى. انا مصدومه مره اخرى، ما نكذبش عليكم، تقولوا لي وقفي على رجليك، بقي ماريا جاده، تبعي ماريا النقد والابره، ولكن هادشي راه تيحطم، هادشي راه تيهرس. تعليل فيه جا تحكم، تعليل يعلل، من بعد نقرا لكم، يعلل بان داكشي اللي قال الطبيب، حيدوا دوك ثلاثه الاطباء الشرعيين، حيدوا هادوك اللي انتدبتهم النيابه العامه اللي شرحوا ولدي، وداروا بهذاك الطبيب اللي ما شاف شي حاجه. هادشي صعيب بزاف، حرام عليكم. شوفوا من حاله هاد الام، خذوا لي حقي، كنطلب من الناس الشرفاء والنزهاء، خذوا لي حقي، رانا عييت ما نغوت، ما سمعني حد، شكون اللي غيسمع لي؟ شكون اللي غياخذ بيدي؟ انا راه هادشي بزاف، من يجي واحد الطبيب ما شاف والو ويحقرني حتى هو بالنفوذ ديالو، وتحط ورقه تحط في الملف ديال ولدي، عرفتي لو كانت بامر قضائي اولا فوضاته المحكمه، والله ما نهضر، ولا شاف ولدي وشرحوا، والله ما نهضر، ونكمل دابا في قلبي ونقول صافي يا ماريا. ولكن ما حتى واحد ما طلبو، يوتيوبر كيضل يشوه فينا، كيضل يعاير فينا، كيضل يضرب في الاعراض ديالنا، هو اللي معتقل اختي. ولكن ماشي حاجه اخرى، انا دايره به ثلاثه ديال الشكايات ديال التشهير، زائد هذه دابا اللي في الدار البيضاء، اختي راه هادشي ظلم بزاف، وحق الله اخوتي المغاربه الا تقرت، وحق الله كتقولوا لي وقفي وكابري وكوني مرا قويه، وش نقول لكم؟
سمحوا لي سمحوا لي، ولكن لا اله الا الله راني تهديت. اش غندير دابا؟ انا باديه الحمد لله، هي اول جلسه، وسيده استاذه الابراهيمي هي طالبه بعض الاشياء، يعني كنفضل هي دير التصريح ديالها وتهضر كاستاذه على انا نقولوا، ولكن هذا الشيء راه ظلم، ظلم كبيره يا بالله. ثقوا في الله ما تحقرونيش، حقاش انا وليا بوحدي، حقاش انا ما عنديش نفوذ، حقاش انا ماشي سيده اعمال، راه حرام عليكم، تقوا الله فيا، خذوا لي حق ولدي. لا ابتدائيا ظلمتوني، لا استئنافيا ظلمتوني، بقى لي النقد والابره، ونقدر نتم الامانه امانته. انا وصافي وما نكذبش عليكم، انا وصلت لحد ديالي، انا وصلت لحد ديالي، الظلم بزاف. علاش هاد الطبيب يحقرني؟ حقاش هو معروف تاهو، الله اعلم تاهو يا عنده نفوذ، تاهو نقدر صافي، تاهو دوز ديالي يعني بابا مشى حق ولدي. وغتلقاوني في الزنقه الا لقيتوني بحال الحمقى، ما تلومونيش، راه الظلم خايف، ما تلومونيش، ما تلومونيش الا لقيتوني حمقى في الزنقه، ما تلومونيش. شكون اللي تبنى الملف ديال هذا؟ الاستاذ الابراهيمي. الاستاذه الابراهيمي الله يجازيها بخير، حطات الانابه ديالها، دخلت اليوم هضرات في المحكمه، وكنفضل هي تجي تعطي التصريح ديالها باللي وقع في، يعني ما كانش جلسه لكن طالبات بشي حوايج راه تجي تقولها لكم، كنفضل هي على لسان ديالها. تاجلت الجلسه، تاجلت الجلسه نهار 20 شهر 5، وان شاء الله خير. شوفي انا املي في الله، انا عمري فقد الامل في الله، يمكن ربي كيمتحني، انا صابره هي، والله العظيم انا صابره، والله العظيم انا صابره. وتكفي انا غدا جايه، غدا الكازا اكادير، انا غدا جايه، كنتمنى حتى يعني النقد يكون في كازا، كنتمنى والله يكون النقد في كازا، كنتمنى لان الناس اللي ساندوني واللي وقفوا في جنبي هما الناس ديال كازا، مع احترامي الناس ديال اكادير، لكن حتى واحد ما ساندني، حتى واحد ما ساندني من غير الناس ديال كازا. كان الله يجازيكم بخير، حتى الكلمه الطيبه كنت محتاجها، حتى المسانده، حتى الدعوات كنت محتاجاهم. ما عمر هضر عليا شي حد، ما عمر تقضيت ولدي الدر، ما تسمعات، كاينين الناس اللي ما سمعوهاش حتى نهار الحكم الاستئناف. اش نقول لكم، انا مقهوره واقفه، راه يكذب عليكم كذاب، راه غير جثه اللي واقفه، اما انا واصله حدي، واصله حدي والله الا عييت، وقسما بالله الا عييت، واصله بنتي مسكينه عيات، بنتي هي. انا دابا اش غندير؟ راه غنسالي وغادي نمشي للطياره وغنمشي ندخل الامراض النفسيه، انا ماشي حمقى، لكن محتاجه ندخل المستشفى الامراض النفسيه، وناخد الدواء والناس وارتاح، نبعد من التليفون وارتاح. انا عييت، انا عييت، قدر والله الا عييت، هذا الظلم صعيب. علاش نتظلم؟ علاش؟ حقاش بوحدي؟ حقاش مطلقه؟ حقاش ما عنديش اللي يساندني؟ حقاش ما عنديش نفوذ؟ حقاش ما عنديش باك صاحبي؟ حقاش ما تنعرف حتى واحد؟ انا راه صاحبة حق، وطالب بحقي، حق امين شهري، لا اطالب بشيء، اقسم لكم بالله، والله شاهد عليا، روح امين كتوقف عليا، هي اللي مخلياني نوقف باش ناخذ حقه، بغيت غير العدل والانصاف. عرفتي شنو هي ضر قلبك؟ عرفتي اكادير ما بقيتش كنقدر حتى نخرج حتى نشرب قهوه، جيت قضيه وليت كنتقداها بما يقولوا، ما بغيتش نخرج حتى للزنقه، علاش؟ كنخاف نتلاقى مع المجرمين اللي قتلوا ولدي، كيتقوا وعايشين حياتهم وانا معذبه، كيفاش غندير انا يا خمسه المجرمين عايشين حياتهم بالرفاهيه والنفوذ ديالهم، وانا ولدي مات وما خديتش حقه؟ صعيب عليا، صعيب عليا والله الا عييت، والله كنطلب منكم الدعاء، الدعاء عافاكم دعوا لي، والله الا تهديت، وكنتمنى ربي يقويني ونكمل في هذا الطريق. اللهم إني مغلوبة فانتصر. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.